طيب، في جزئية في هذه المحاضرة عن introduction عن المشين ليرنينج. طبعا هذه محاضرة مصممة لحدا حتى لو بعرفش يعني كمبيوتر ساينس، المفروض انه يقدر يفهمها. هي بشكل عام introduction هيك خفيفة عن وعامة، مش تفصيلية مش فنية عن المشين في الجزء الأول. خلينا نأخذ البيسيكس وبعدين نأخذ أنواع من المشين ليرنينج. بالبداية خلينا نقول لو عندنا agent اللي هو عامل أو فاعل أو برنامج بيقدر يتفاعل ويتعلم من الواقع. فلو عندنا بيئة معينة وهذا البرنامج طبعا مثلا نفترض أنه فيه له مجسات بجس الواقع، وبعدين بناء على هذا الواقع بده يأخذ بده يعني يتخذ قرارات ويسوي أشياء، فبيكون عنده جزئية اللي هي learning elements اللي هو بأخذ feedback، يعني بتعلم من كل مرة يعني بتعلم من كل أفعاله بإنجاز التعبير، وبيكون عنده اللي بنسميها critical standards اللي critical standards أو performance standards، فبقيس الفيدباك تبعها وبيغير من سلوكه. هذه بشكل عام. What is machine learning؟ شو هو المشين ليرنينج بشكل عام؟ إنه هو إنه الكمبيوتر يقدر يساوي أشياء إنه الكمبيوتر ما تبرمج فيه عليها. يعني أنا ممكن نعلم الكمبيوتر في كيف يعمل يعني يحول الصوت لكلام مثلاً، وإحنا مش مبرمجينه إنه على كل على كل شغلة في هذا الصوت، أو نبسط نقول أنا بدي الكمبيوتر عندي يتعلم كيف يتنبأ عن سعر شقة. يعني افترض إنه عندنا شقق وبدنا أو عندنا آخر مثلاً 5 سنوات من أسعار الشقق اللي انباعت، وعندنا معلومات عن هاي الشقق، فالكمبيوتر بيعطي هاي المعلومات القديمة للكمبيوتر بتعلم منها، والكمبيوتر بيصير يتنبأ لنا بعدين، نعطيه معلومات الشقة وهو يتنبأ عن السعر. فالكمبيوتر إحنا ما برمجناه برولز زي ما إحنا كنا عادة نتعلم إن كيف نبني برامج. فإحنا نتعلم نأخذ الإشي جاهز نقول له تعلم من الماضي وطبق على الواقع. ففي كثير تطبيقات للماشين ليرنينج، سواء كانت الروبوتس كيف تتعلم كيف تمشي، او سبيتش ريكوجنيشن، او زي ما احنا شايفين كمان في عالم الاعمال والمال ممكن نعمل داتا مايننج، وممكن نعمل تنبؤات عن السوق، ممكن نعمل تنبؤات عن اشياء كثيره. طبعا وفي تطبيقات يعني حتى في الناتشرال لانجويج بروسيسنج في اشياء كثير احنا ممكن كمان نسويها. ف عشان ابسط مثال صغير، انه انا لو عندي عندي هون مثلا مساحه شقه وعندي هون سعر شقه، بدي اورجيكم كيف بنمثل معلومات كانت موجوده قديما عن اسعار الشقه. يعني لو أخذنا آخر 5 سنين عندنا نباع مثلاً 100,000 شقة، وخي كلها كانت المساحة هالكد والسعر هالكد. طبعاً ممكن يكون معلومات عن الشقة غير المساحة، بس إنه مثلاً كان هذا أول مرة باعت، كان هاي سعر الشقة ومساحة الشقة مع سعرها، وبعدين هيك فمثلناهن على إكس وواي. فأنا بشوف بعدها إنه أنا ممكن أرسم خط بين هذولا النقاط، أو قبل حتى ما أقول أرسم خط، لو أجاني مساحة شقة هون وين كديش مثلا بيكون سعرها؟ بده يكون تقريبا مثلا ممكن نقدره هون. يعني معناته أنت تيجي بتقول أنا بدي أحط هذا الخط هون، وبالتالي أنا هون أقدر أتنبأ. يعني بالضبط اللي إحنا سويناه إن عملنا قاعدين نرسم في منحنى. إحنا عندنا function اللي بنسميه الهايبوثيسيس فانكشن، اللي هو او بنرمز له في اتش، اللي هو تقريبا اللي هو بده يرسم لنا هالخط هذا
ممكن هون، ممكن هون، ممكن يرسم الخط بطريقة وين ما بده، ممكن يحطه هون. فأفضل طريقة ممكن لرسم الخط، وبعدها إذا رسمت الخط، الخط نفسه في اللي هو له معادلة، فإحنا بندور المعادلة تبعته اللي هي H، وH بدها تكون قريبة على الواقع. وبالتالي بالتالي إحنا لما نرسم الخط هذا بنكون عملياً، أو خلينا نقول التعلم هون إن نرسم هذا الخط. عملية المشين ليرنينج، التعلم الآلي، إنه الكمبيوتر يرسم هذا الخط بس. وإذا رسم الخط يعني معنى آخر لك المعادلة، بالتالي بصير كل شيء، بصير خلصنا تعلم. هذا هو التعلم. فأنا ممكن أرسم الخط هون، بقى شايفين بلش من هون إذا بدي، وممرش طبعا في كل النقاط، مش شرط يكون في كل النقاط. ممكن أرسمه هون، أحاول أكون أمرره في أغلب النقاط. ممكن الخط الأزرق مرره في نقاط أكثر. ممكن أقول لا، حتى لو مر في كل هذول النقاط، لا هو مثلا ممكن أبيع سيارة شقة وتطلع هون، فأنا ممكن أبني إشي زي هيك. بالتالي العملية هاي مش مهمة، مهم أنها طبعا نأخذ بعدين كيف بدنا نرسم أفضل خط، بس هي العملية هي عملية رسم خط اللي هو بمعنى آخر المنحنى. يعني أنا أخذت هذولا الداتا اللي كانت موجودة عندي، هاي الداتا الحقيقية الأصلية، بعدين منها جيت طلعت هذا المعادلة، قلت له y تساوي a ضرب x زائد b. خلص ما فيش داعي، باخذ هذه المعادلة واستخدمها، بستخدمها جوا برنامجي اللي هي هاي معادلة التنبؤ عن سعر الشقة. هلا احنا ساعتها نقول او الكمبيوتر تعلم، بس شو يعني الكمبيوتر تعلم؟ الكمبيوتر تعلم بس يطلع معادله وخلص. الداتا هاي ما بتلزمني بعدين من مره. ف وي جيت داتا فروم باست اكسبيرينس، وي كالكوليت ا موديل، بنحاول اللي هو معنى اخر نرسم الخط او المعادله. وهلا لما بتجيني داتا هون زي مثلا بالاخضر، بقدر أنا أتنبأ فيه. هذه الموديل عندنا هون، الخط أو المعادلة طبعاً هذه مبنية على إحصائيات. هذا هلا طبعاً بنصير عندنا مشكلة لما من أحد التشالنجز اللي بنواجهها. الموضوع بسيط على فكرة، جداً بسيط. من الأشياء اللي بنواجهها إنه في عندنا بنسميها high dimensionality. هاي دايمنشناليتي، انه انا بيصير عندي الداتا فيها في عندي كثير باراميترز. انا ما قلت المساحه بقى، انا ورجيتكم فقط المساحه، بس انا ممكن يكون عندي 20 فيتشر او 20 مواصفه للشقه، ممكن يكون عندي حتى ميات، او ممكن يكون حتى في بعض التطبيقات زي الصور بيكون عندنا الاف الفيتشرز اللي بدنا ندخلها. وهذا بيعمل الريجريشن انه مش تو دايمنشن، بيكون فيري كومبلكس، وبالتالي بده ميموري اكثر. في عندنا مشكله بنسميها اوفر فيتنج واندر فيتنج، بناخذها بعدين. فهذه اول مشكله. المشكله الثانيه انه انا خاصه اللي بيعرفوا بالاحصائيات وبالريجريشن، انه انا في عندي مشكله ستاتستكس. أنو موديل، أنو ستاتيستيكال موديل بدي أنا أستعمل عشان أبني أفضل، أو عشان أحصل على أفضل كير. الداتا بيجيني فيها نويز، يعني أنا هاي الداتا، خلينا نطلع على هاي. طب هذه مثلا أخذها بعين الاعتبار، يعني إذا أنا بدي أرسم منحنى أطلع فيه وأنزل، لأنه هذا بيأثر إذا أنا أخذت هذه الداتا بعين الاعتبار. ممكن تكون هذه الداتا حالة شاذة، واحد مثلا كان مضطر بالدار، وهذا ما بيعبرش عن السوق وسعر الشقق، لا هذا كانت حالة شاذة. وممكن يكون عندنا حالات شاذة يعني كثيرة، ممكن يكون عندنا بعض الأشياء الغريبة في الداتا. فهاي كمان نوع من التشالنجز اللي بتواجه الماشين ليرنينج، والمفروض ان نقدر نتعامل معها. بالاضافه على فكره كمان في شيء نسميه لسه كمان null values،
لانه انا مثلا عندي يمكن عندي معلومات عن الشقه، بفترض انه عندي 50 معلومه عن الشقه، بس في كثير اشياء فيها نل. طب هاي اللي النل اللي فيها النل انا كيف بدي اخذها بعين الاعتبار وكيف بدي اعالجها؟ ممكن مثلا تجيني مشكله مثلا الصور، انه في عندي كميه الصور اللي بتعلم منها اللي بدعملها اللي بدخلها على التريننج ما كانتش كميه كبيره. طب قديش الكميه الكبيره اللي بتخلي الموديل تبعي accurate؟ طبعا هذا موضوع مفتوح حسب كل تطبيق وحسب كل مشكله، حتى بلزم كميه داتا كافيه، ومرات ما بنقدرش نعرف قديش الكميه الداتا الكافيه. هلا بتجيني مثلا بالصور الداتا بدي اعمل انا اكستراكشن للفيتشرز، الفيتشرز ما بيجي واحد كاتب لي الفيتشرز، يعني مثلا في حاله الصور، طب انا يعني انا بعطيك الصوره، هلا انت بتستخرج الفيتشرز اللي هم اللي بدك تستعملهم في الليرنينج في التعلم، فانت اللي بدك تستخرجهم، فبتواجهنا مرات مشاكل اكستراكشن انه مش واضحه الريزوليوشن تبعها واضح في حاله الصور. فانا كيف بدي اعالج مشكله الميسنج داتا او الاشكاليات اللي بتطلع لي لما بعمل اكستراكشن للفيتشرز؟ هذه لحد الان المشاكل، يعني ورجيتكم طبيعه الماشين ليرنينج بشكل عام، طبيعه المشاكل اللي بتواجهنا لما بنيجي نعمل ماشين ليرنينج.